يبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء يعلن إثمان تذاكر قمته أمام المغرب الفاسي، وأعلن فريق الرجاء الرياضي انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراته ضد المغرب الفاسي برسم جولة تاسعة من البطولة الوطنية. وطرحت شركة التنمية المحلية بالدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات كازا إيفنت تذاكر مباراة الرجاء والمغرب الفاسي حصريا عبر المنصة الرقمية kazawi.ma ابتداء من أمس الجمعة، وحددت أثمنة تذاكر مباراة الرجاء وضيفه الفاسي في 50 درهم بالنسبة للمناطق 4 5 6 و 7 و 150 درهم للمنطقتين 2 و 3 و 700 درهم بالنسبة للمنطقة الأولى. عين على خصم الرجاء المغرب الفاسي يفسخ عقده مع لاعبين، وفي التفاصيل أعلن فريق المغرب الفاسي خصم الرجاء المقبل على فسخ عقده مع لاعبين، وذلك قبل مواجهة قوية اللي غتجمعو يوم الثلاثاء المقبل بمستضيف الرجاء الرياضي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأكد الفريق الأصفر في بلاغ ليه أنه فسخ رسميا عقد اللاعبين زهير العروبي وزكريا بن المعشي بالتراضي، وتقدم الفريق بالشكر للاعبين على الخدمات اللي قدموها للنادي طيلة ما قاموا به. يشار أن فريق المغرب الفاسي غيحل ضيف على فريق الرجاء يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 6:15 مساء بمركب محمد الخامس برسم جولة التاسعة. عزيز البدراوي يرفع معنويات لاعبيه بمنحتين قبل مواجهة المغرب الفاسي، وأقدم رئيس فريق الرجاء الرياضي خلال الأسبوع الجاري على صرف منحتين ماليتين جديدتين لاعبيه قبل المواجهة القوية اللي غتجمعهم فريق المغرب الفاسي يوم الثلاثاء المقبل. وأكد جريدة الأخبار أن عزيز البدراوي صرف منحتي الفوز لاعبيه واللي كتخص آخر مباراتين فازوا بها النسور، رغبة منه في رفع معنوياتهم وتحقيقهم الفوز الرابع إن شاء الله في مسابقة البطولة الوطنية وسط الأسبوع المقبل، بعد ما سبق وفاز على حسنية أكادير بهدف للصفر، الفتح الرباطي بنفس النتيجة وشباب السوالم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. لاعب جزائري يثير إعجاب فعالية الرجاء خلال مباراة سريع وازم. وفي تفاصيل الخبر أثار لاعب جزائري منيب بن مرزوق لاعب فريق سريع وازم إعجاب مسؤولي فريق الرجاء الرياضي أثناء مباراة النسور الودية ضد الفريق الأزرق يوم الخميس الماضي، واللي آلت نتيجة لصالح النسور برباعية نظيفة. وقدم لاعب بن مرزوق أداء رائع في مقابلة فريقه ضد الرجاء، بحيث كان نجم اللقاء بشهادة الفعالية الرجوية اللي أشادت بمردود اللاعب الجزائري المذكور. يشار أن بن مرزوق وقع خلال بداية الموسم الجاري عقد مع سريع وازم كيمتد الموسمين قادما من اتحاد النبا الجزائري. اللاعب قدم مستوى كبير ضد فريق الرجاء، وهو ما خلى المنذر الكبير يشيد بأدائه ويتكلم عليه في تصريحات صحفية في رسالة مشفرة لمسؤولي النادي الأخضر لاستقطابه خلال الميركاتو المقبل. وانتصر فريق الرجاء وديا على نادي سريع وازم برباعية نظيفة في المباراة اللي تجرات ملعب وازيس، وتناوب على تسجيل الأهداف كل مهاجم غابوني أكسل مايي، محمود بن تايك، حمزة خابة ومحمد بولكسوت. الفيفا يفاجئ رئيس الرجاء عزيز بدراوي بهذا الامر. وفي التفاصيل ارتفعت المنحه الماليه المقرر منحها لفريق الرجاء الرياضي بسبب مباريات كاس العالم قطر 2022، بحيث ساهمت مشاركه بدر بانون مع المنتخب المغربي في كاس العالم في استفاده فريق الرجاء مبلغ مالي مهم، وبلغ مقام بدر بانون مع المنتخب المغربي ما كيقارب 37 يوم، مع علم ان الفيفا كيتيح للانديه اللي لعبوا لاعبيها في كاس العالم بالاستفاده من تعويض مالي قيمته 10000 دولار ليوم الواحد. ووفقا لعدد الايام اللي قضاها بدر بانون في قطر، فالقيمه الماليه اللي جمع المدافع الرجاوي السابق كتوصل لما كيزيد على 370000 دولار. ووفقا لوائح الفيفا ففريق الرجاء غيتقاسم المبلغ المذكور مع فريق قطر القطري والاهلي المصري، وشكل عام 2020 اخر سنه لعب فيها بدر بانون الفريق الرجاء، مما غيسمح للفريق الاخضر بالاستفاده من منحه ماليه من الفيفا. وحسب لوائح الاتحاد الدولي فكيستافد كل نادي لعب لصالحه اللاعب المشارك في اخر سنتين سابقتين المونديال 2022. ووفقا للشرط المذكور ففريق الرجاء كيملك كل الشروط اللي كتخول ليه الاستفاده من كعكه الفيفا، شان وشان الاهلي المصري وقطر القطري. انتدابات الرجاء قرار جامعي يهم المنذر الكبير، وبات بامكان فريق الرجاء الرياضي تعزيز صفوفه في مرحله الانتقال الشتويه القادمه بعد ما قررت الجامعه الملكيه عبر العصبه الاحترافيه فتح باب الميركاتو الشتوي في الثالث من شهر يناير المقبل، واصبح بامكان فريق الرجاء انتداب لاعبين جدد انطلاقا من التاريخ المذكور. وكانت مجموعه من التقارير تحدثت على ان فريق الرجاء ممنوع من الانتدابات في حاله ما سواش مجموعه من الملفات، قبل ما يرد الرئيس عزيز بدراوي على هذه التقارير عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، واكد قدره الفريق الاخضر على تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال الميركاتو القادم، وقال بالحرف عازمون على ضخ دماء جديده في صفوف النادي بلاعبين جدد.
الرجاوي السابق صنع الحدث في الدوري الهندي، وكيسير اللاعب الرجاوي السابق وإنه السعداوي بثبات نحو تحقيق لقب شخصي له بالدوري الهندي خلال أول تجربة له بفريق اف سي جوا الممارس الدوري السوبر المحلي، وبلغ نوح السعداوي 5 أهداف إذ بات على بعد هدفين فقط من هداف الدوري الهندي، وسجل اللاعب السابق صوب فريق الرجاء الرياضي أمام كل متشانين في الجولة الثانية وجام شيدبور في الجولة الرابعة وضد كارلا بلاسترز في الجولة الخامسة، وكيتعتبر السعداوي هداف الفريق حاليا أمام محمد قطاية ب3 أهداف ثم بوخافالي وبريزون فرنانديز بهدفين. يشار لأن نوح السعداوي مر بفريق الرجاء الرياضي ما قبل الموسم الماضي لكن ما قدمش أداء إشبالي بمواصلة المسيرة مع النادي، وهو ما خلى المكتب المسير السابق فسخ عقده بالتراضي قبل ما يوقع الجيش الملكي واحترف بالدوري الهندي. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.